بعض الدول الخليجية تشرف هاي الدول اللي تريع بالقومية وتسولف بالنضال وتسولف بالتحرر. بعض الدول الخليجية يعني احنا عندنا الآن دول خليجية مثلا اخواننا الكويتيين، الصحافة الكويتية نشرت كثير وكتبت كثير عن الأهواز وعن القضية الأهوازية، زين؟ والدولة الكويتية منذ تأسيسها، وإن حجمها صغير بالنسبة للدخول بهاي يعني الصراعات الإقليمية ودولة مثل إيران، حتى على زمن الشاه الكويتيين صحفهم كتبا عن الأهواز وعن القضية الأهوازية، ولما كان أهوازي يروح بالكويت تحتضنه الكويت والشعب الكويتي يحتضنه ويضمه. على الأقل عندنا نماذج الآن من الأهوازيين بتاريخنا المعاصر، هذول تم القبض عليهم أو خلصت مثل إقامتهم القانونية بالكويت، الكويت ما أعطتهم الإيران بل سلمتهم مؤسسات دولية وتم إخراجهم. ولكن سوريا اللي الآن يعني حتى الأخت معصومة كعبي هي وأطفالها يعني شالتها وطتها الإيران، هاي القومية، هاي القومية العربية. فهذا العامل إخواني نشوفه هالشكل تفاعلوا يعني. وسوريا بعدين شالت الخريطة الأهوازية من كتبها طبقا للطلب الإيراني وغطت الأهوازيين، والآن ماشية بكل هدوء بهذا الاتجاه، ولا 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 يهز مشاعرها القومية ولا شعاراتها الرنانة شيء من هذا النوع. بالنسبة للعراق نفس العمل عمله مع الأهوازيين بالماضي. فإحنا شنو علينا؟ علينا إخوان إنه نكون واقعيين بالتعامل مع هذا. لازم نبني نفسنا على شعبنا وعلى إمكانياتنا وعلى تحالفاتنا مع الوسط داخل إيران، الشعوب داخل إيران، الشعب الكردي اللي عنده نفس المعاناة مثلنا، الشعب البلوشي، الشعب التركماني، الشعب الأذربيجاني. هاي الشعوب عندها نفس المشاكل ونفس المعاناة معانا. احنا لازم نشكل تحالف حقيقي موضوعي على أرض الواقع مع هذه الشعوب. يعني انت لو تاخذ الأكراد بعين الاعتبار كحركة سياسية عريقة، زين، لما تتحالف معهم يمكن هذا الكردي بإمكاناته النضالية، بتاريخه النضالي، بتجربته النضالية يفيدك أكثر من عربي يتريع عليك بشعارات قومية وبعيد كل البعد منك ولا يفيدك بشيء. ومثل ما قلت لكم لحد الآن أتحدى إذا أهوازي ساعدوا هذول العرب، ما ساعدوا. فأخوان ما نبني أي بنيان على هاي الشعارات وهاي الأيديولوجيات المهزومة. أما ناخذ بعين الاعتبار أنه إحنا حقيقة ما نختزل أمتنا العربية بهاي النعرات وهاي الأصوات المبحوحة من القوميين وغيره. أمتنا العربية أمة مجيدة، أمة عظيمة، وإن شاء الله كل أملنا نبنيه على أمتنا العربية، يعني مو على هاي يعني أصحاب هاي الشعارات الأيديولوجية القومية وغيرها. إحنا يعني تبنينا القوميتنا العربية هي خصوصية لنا، ولكن ما يكون حل لقضيتنا. قضيتنا حلها يكون بكثر ما هي يعني عندها انتماء لأمتها العربية بقد ذاك الحجم، هي تعيش في واقع إيران ولازم من داخل إيران هم تأخذ لها مكانة حتى نكون يعني بأي تغيير بالمستقبل نكون صاحبين يعني مبادرة، نكون يعني من ضمن أي مبادرة، لا نكون مهمشين على جانب لا يحسب علينا ولا يعني يأخذ شعبنا بعين الاعتبار مثل ما حصل بأيام الثورة. الأهوازيين يعني اللي كانوا يتغنون بالشعار القومي بعض من عندهم يعني كانوا، وطبعا ما أنا ما أجزم على المجموعة الأهوازيين، مثلا الجبهة الشعبية تختلف كانت مع كل هاي الجبهات وغيرها، لأنه كانت تبني علاقاتها مع فدائي والشعب مع منظمات إيرانية ذاك الوقت، وحقيقة لحد الآن نشوف عناصرهم بسبب انطلاقتهم الواقعية لحد الآن قسم من عندهم بعدهم مستمرين يعني بعملهم يعني بطرق يعني مختلفة، طرق يعني تنسجم مع الوضع الراهن. قسم منهم طبعا
حزب التضامن قياديين ومستمرين بالعمل، ولكن باقي أحزابنا تقريبا كلها كانت بهذا الشكل. فالعامل العربي تعامل مع هاي المشكلة بالشكل اللي وضحنا لكم، تعامل فاشل، تعامل غير مناسب، تعامل غير صحيح ولا ينسجم مع متطلبات شعبنا وطموح شعبنا، القضيتة والأرضة والمشروعيتة وحقوقها التاريخية. على كل حال هذا العامل العربي هو واحد من الأسباب اللي دمر قضيتنا، يعني شكل التفاعل والتعاطي من هذا العامل. فعندنا عامل الثالث اللي خلى قضيتنا تقريبا ما تنطرح وتكون يعني متقوقعة ومنزوية على نفسها ومنطوية على نفسها. العامل الثالث إخواني هو خطابنا إحنا الهوازين، خطابنا السياسي. يعني من سنة 1925 تقريبا قضيتنا ابتدت يعني الانتفاضات والحركات بشكل عشائرية، لأن 17 سنة من بعدها 31 سنة تقريبا ظهرت تنظيمات. أول تنظيم أهوازي هو اللجنة العليا جبهة تحرير عربستان، زين التنظيمات الأخرى تقريبا إجن بالخطاب والقالب اللي كان ينسجم مع الشعار القومية العربية التحرر، وهاي الشعارات اللي تكلمنا عنها. فمع احترامنا للشهداء اللي يعني ضحوا بالغالي والنفيس بأرواحهم